تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض ماسك حلو قوي يا بنات. ماسك النهاردة هيفتح ايديكي وهيوحد لونها، كمان لو ايدك فيها تشققات هيعالج كل ده، كمان لو عندك عقل الصوابع غامقة كتير عن ايدك ماسك النهاردة هيفتحها. الماسك تحفة بجد، كمان حلو جدا للاكواع والركب وجزء القدم، المناطق دي كلها في ناس كتير بتشتكي ان هي بتبقى اغمق كذا درجة من باقي الجسم. النهاردة ان شاء الله هنعالج مع بعض كل المشاكل دي. كمان الماسك حلو قوي لو استخدمتيه لوشك، فهو برضو من الحاجات الحلوة قوي، هو ماسك ومقشر كده مع بعض. انا شوشو، دي قناتي، لو اول مرة تعدي على قناتي وتشوفيني اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي الجديدة اللي انا بنزلها، كمان اعملي شير للفيديو لاصحابك كده وحبايبك عشان الكل يستفيد من الوصفة. طبعا ما تنسيش تحط اللايك في اخر الفيديو. يلا كده بينا نبدأ على طول. الماسك خطير يا بنات، ماسك ومقشر مع بعض، ما شاء الله النتيجة بتاعته حلوة قوي. اول حاجة كده معايا في الماسك هو الزبادي، هناخد معلقتين كبار من الزبادي. والزبادي من الحاجات الحلوة جدا لتفتيح البشرة لانه مليان بحمض اللاكتيك اللي بيعمل على تقشير طبيعي كده لبشرتك، هيشيل خلايا الجلد الميتة وهيدي بشرتك نضارة ولمعان حلوة قوي. كمان الزبادي من الحاجات الحلوة جدا اللي بترطب البشرة وبتوحد لونها، ولو عندك اي بقع داكنة او تصبغات فهيخلصك من كل الحاجات دي. تاني اضافة عندنا هو الليمون، هضيف معلقة صغيرة من عصير الليمون، معلقة صغيرة بس. وطبعا الماسك لو استخدمتيه على وشك وانت بشرتك حساسة مش هتضيف الليمون. انا هنا عاملة الماسك علشان عاملاه لايديا. هنا نضفت معلقة صغيرة من عصير الليمون، وعصير الليمون من الحاجات الممتازة جدا، فيه فيتامين سي بيفتح البشرة وبيوحد لونها، كمان بيحتوي على حمض الستريك وده مقشر كيميائي خفيف كده هيشيل خلايا الجلد الميتة وهيجدد خلايا بشرتك، كمان هيخلي بشرتك كده ناعمة وجميلة من اول استخدام. هقلب كده الزبادي مع الليمون زي ما انتم شايفين. تالت اضافة عندي وهي القهوة، هضيف معلقة كبيرة مليانة من القهوة، والقهوة من الحاجات الممتازة جدا اللي فيها كافيين، والكافيين بينشط الدورة الدموية في الجلد، كمان فيها مضادات اكسدة اللي بتعالج تجاعيد الايد وهتخلي ايدك كده دايما شباب وناعمة. كمان القهوة فيها زيوت طبيعية فبتساعد على الترطيب وبتخلي ملمس ايدك جميل. هقلب كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين، كل اضافة بتضيفيها بتقلبي المكونات مع بعض. رابع اضافة عندنا وهي السكر، معلقة كبيرة مليانة من السكر، والسكر عادي بتاع البيت حتى لو السكر خشن فده يبقى كويس. والسكر هنا ده مقشر طبيعي كده لبشرتك، ما شاء الله السكر من الحاجات الحلوة جدا المقشرة لبشرتك، فما شاء الله النتيجة بتاعته بتبقى حلوة قوي. كمان احنا هنضيف هنا معلقة من زيت الزيتون، وزيت الزيتون هيخلي السكر ناعم على بشرتك، يعني هيخليه كده مقشر لطيف للبشرة، مش هيعمل اي التهابات ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين ضفت معلقه كبيره من زيت الزيتون، وطبعا كل اضافه بنقلب باقي المكونات مع بعض. كمان زيت الزيتون من الحاجات الحلوه جدا للبشره، فيه مضادات اكسده بيعالج تجاعيد الايد وبيدي نضاره وترطيب حلو قوي للبشره. لو حسيتي ان السكر مش باين في الماسك بتاعك زودي معلقه كمان من السكر. كده الماسك بقى جاهز معايا، ماسك وسكراب في نفس الوقت، هتستخدميه بقى على ايديكي وعلى رجليكي على الاكواع وعلى الركبه، في اي مكان في جسمك غامق تقدري تستخدميه. لما تيجي تستخدميه طبعا بشرتك هتكون نظيفة، وهتاخدي كمية من الماسك كده زي ما انتم شايفين، وهتعملوا كده تدليك لمدة 10 دقايق للمنطقة اللي انت عايزة تفتحيها، يعني هتاخدي من الماسك وتحطي كده على المكان وتفضلي تدريج كده بحركات دائرية زي ما انتم شايفين، والاماكن اللي تبقى غامقة يعني كتري فيها شوية، يعني استمري كده في التدليك شوية مش اقل من 10 دقايق زي ما اتفقنا. هتعملي الماسك مرتين في الاسبوع، ما تكتريش عن كده علشان كتر التقشير للبشره مش كويس، مرتين في الاسبوع، وكرري كده الوصفه كذا مره، يعني ممكن تمشي عليها كده لمده اسبوعين او حاجه، هتشوفي نتيجه ما شاء الله حلوه قوي. استخدميه لاي مكان غامق في جسمك زي ما اتفقنا، ولو استخدمتيه لوشك وبشرتك حساسه فبلاش الليمون. لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش تحط اللايك طبعا لانه هو اللي بيرفع الفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش اعملي اشتراك للقناه. أشوفكوا على خير الفيديو الجاي، باي باي.